السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بالساعة. تعرفون احنا شو قاعد نسوي؟ تعرفون شو قاعد نسوي؟ خلاص ما له داعي اقول لكم، بس اني ممتد. المفروض انكم متابعين، قولوا لي متابعين. بس طبعا شوي في تحرشات من الهروم هاي. ايوه اهجم، ايوه اهجم، شو وراك اهجم انت الحين؟ يبالي اسير اجيب لي كم روبو بورت، شبكة في المنطقة. خلوا الروبوت مالي يشوفون شغلهم. هلا الحين بروبوتات روبو بورت من وين؟ من هنا. شيل خمسة، خلنا نسوي لنا 50 ات تايم 50. عقب هالتطوير خلاص كل التطويرات الجاية راح تتغير تغير جذري. خلاص نحن نبغى الحين مصنع الليزر. هذا كل التطور هذا والتوسع هذا حق منو؟ حق مصنع الليزر. اصلا هني راح نواجه مشكلة. ايوه ابى اسحبهم هني، ما ينفع الطريقه هاي، ما تنفع. نبى فحم. لحظه انا اقول لكم، ما ينفع وياهم غير قنابل. هاي حرب، حرب هاي اليوم، حرب. بزعل منهم الصراحه اليوم، حرب. ما في شو ناقصني؟ ايرون بليت. عيب والله، عيب. اليوم حرب خلاص. في الوضع انه في مطينة معي، حرب اليوم، مو في تفاهم. اليوم حرب. يا حبيبي نباه قنابل زيادة. طيني شوي اليوم، صح؟ ايوه بدمره بدمره اليوم، ها مشكلته اليوم. بس والله صعب يكون شوي لان ذخيرتي تعبانة. صبر، انا بقول لكم شو الحل. ما رايكم فيهم الهروم هاي؟ دواهم عندي، دواهم عندي. شوفوا هذا اليسار، قنبلة يعني. وابا هنا صناديق، هذيل الصناديق هذيلهم، مو باك انت هني. ابا صندوق هني هني هني، وانت تعال هني مرة. وين الصندوق؟ فين الصندوق؟ بعد مطول الصندوق. اوكي خلنا نصير تحرش فيهم ورد عيل. اذا هاي السالفة بتحرش فيهم. لحظة يهجمون علي الهروم، انا راويكم فيهم الحين. بس ترى الحرب راح تطول. يو حبيبي يريدون يجرشون. تعبان القنابل مالي. خلنا يشرد. طاقتي
طاقتي بموت. شرد وشرد. وين سمك؟ في سمك؟ ما في سمك. خلنا نسير حق الصندوق مالي. الموضوع تحرشات فيه ترى، نقولكم الحين. ها قام يوصل بعد الرصاص الأحمر، الحين قام يوصل الرصاص الأحمر. انت ما نبغى وايد منك، بس انت ما نبغى وايد، نبغى قد ما اقدر احصل، نبغى قد ما اقدر احصل. زين نبى روبوبورت صح؟ نبى نوصل سبلاي تشين بعد، بدون سبلاي تشين الوضع ما يسوى. تعال 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 اوكي، احتلينا المنطقة هاي. خلنا نشيل الطابوق من هني، نسوي فيها الحدود. هاد الحدود من وين لوين بسويها؟ هني في اعداء. شوف اوكي، نسوي هذي هني. اوكي نشيل هاي، بنعقها طول الدرب. اوكي بنحطي لنا هاي. نحطي هاي وبنتوسع. يلا توسعها راح يكون خطير الصراحة، توسع ريسكي بالطريقة هاي، والله انه خطير. ما بتكفي المساحة، ما بتكفي. نو واي تكفي. سبلاي تشين مالنا مو مشكلة، مشكلة بما يسر نحن، فتمشي الأمور. هاي إذا ما هجموا علي الحين 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 أموري طيبة. محتاج عواميد كهرباء بعدنا. خلنا نعقد السبلاي تشين مالي هني. لحظة حق السولر هني، انا شوبة من المكان هذا فعليا. شوبة ابا الماي، في شي غير الماي داخل هني طايح؟ لا، ابا امتد فوق حق البترول. شو وضع الكهرباء مالي؟ سؤال. امور طيبة، هاي امور طيبة. برودكشن ربع بعده. انزين اوكي ممتاز، قاموا يبنون الحين، قاموا يبنون. يا حبيبي على هجوم الفول هذا.
تعال عند الرشاشات هاي. الله يخزكم. طفروا بي الصراحة شوي. وين الرصاص الأحمر؟ تعال تعال يا رصاص يا أحمر، تعال تعال يا رصاص يا أحمر، تعال. وين يهجمون بعد؟ انزين نبتور الدمج بعد، نباب للدمج. اوكي نباتور الدمج، خلينا نحط تور الدمج اول. زين حطينا تورة هني، زين ما ينفع هني تورة، زين ما بيوصل الرصاص. يسد هالتورة، هذا يسد يسد، مو مشكلة مو مشكلة عادي بيسدنا. انزين نتوسع لعيون الديزر الحين. شو كنا نبغى؟ لو نتوسعين لعيونه نبغى نجيب لاين من هني، نجيب لنا لاين جديد من هني. ليش؟ بنسوي على طول على طول مغير ماترية. بحطي هذا مال جرين سيركت، لأن شو محتاج حق الليزر؟ أنا جرين سيركت وباتري وستيل بليت. وبنحطي لنا، أظني كان عندي فيرنس أبجريد صح؟ أيوة لارج فيرنس، هذا حق منو؟ هذا حق الستيل. مش حق الستيل، حق هي حق الستيل، استغفر الله. بي فاهم. انزين احمر، وعندنا جرين سيركت، بنسوي باتري. باتري شو يباله؟ يباله احتله شوي هني لفوق. اجيب منو؟ صديقنا البترول داخل، بس بيكون شوي تمدد خطير جدا الصراحة. اي تمدد من هني نسويه، مش تمدد طبيعي خلاص، انت تمدد حرب خلاص، لانه ما في مجال حق نتمدد من غير ما نسوي حرب خلاص. سالفة وتمدد وروح راحتك هاي ما في، كلها ضرابة، خاصة عقب البلوشن اللي قمنا نسويه. البلوشن اللي قمنا نسويه خلينا مجبورين في الحرب. انزين ابا بعد هني ابو سبلاي تشين قوي انا. اوكي ابو سبلاي تشين شو قوي، بحتاج اجيب البترول داخل. خلهم يجون هني ابو اللي بوصلوا بيوصلون، يعني مش انهم بيوصلون، بس قام يوصل الرصاص احمر وهو وايد ممتاز الصراحة. شوف بس هني بيطفروا بي، هاي 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 الوايدين ترى. خلنا نجيب قنابل، أباد أفر عليهم قنابل، فر ما حات القنابل اللي تحت، ما عليكم. وين صار؟ شوي دفاعاتنا بعد تستوي أقوى الحين والله. وين سنتين هذين بينتجري شيء؟ بس على الأقل عندي قنابل الحين. وين قنابل هذي؟ عندي رصاصة، عندي أبو أرمر، محتاج أرمر، محتاج أرمر أردنت بعد. يو تعال طلع أنت الحين. عادة كم روبو بورت عندي في السيستم؟ 18. أوكي خلي الأرمر بعدين. هاي قاعدتهم صغيرة، المفروض انه يمديني راحات اتمدد. زين كيف امتد الحين لين وين؟ امسح عيل 900 900 900، مليون مليون مليون، امتد هني بعد. يبالي ايش؟ الله يبالي اصلا اسوي برا الحلقة. المدة هذا مكلف يكون.
فنان قاعدين يدمجونهم بعد شوي شوي. ها السالفة شي ما تقزر لحظة ما سوينا نختار الحين ترى يبغى نختار يا حبيبي شرد لا لا يبغى يتريا شوي يبغى شوي يتريا الوضع ما يبشر بخير بالطريقة هاي هاي ان شاء الله ما يسوون سبون بس ما ظني يسوون سبون مرة ثانية اعرف ان هاي الفاضيات اعرف تريان البترول هنا وبنتج هاي هنا وعقم فوق ممكن اشيلها اصلا حتى هاي دام نستوي عندي موارد داخل اللي هو هذا وهذا داخل عندي فحم خلاص ما بسوي هاي محتاج رصاص عدل من هذا استوى عندي خد فاولي نايس اوكي خلني اعبي طاقة بس زين الحين وين احنا نقدر نبني قدام بعد اقدر ابني هي شغلة تراها شوي شلته انزين وسعنا الحدود تعالوا وسعنا الحدود حبتين توسيع حدود هذا جرامي صراحة جرامي جرامي يكون مش توسيع حدود عادي ها بخليه فاضي سولر بشل هاي الكلام خلاص مو باهن هني غيرت رأيي مو باهن هني شلوا هذا كلام مو باهن الكلام وين الكونستراكشن بوتس مالي ليش ما يجون هني يبنون ابو سير تمدد من فوق بعد وبسكر عليهم من الصوبين من هني لين هني ودمر القاعدة مالهم هاي ونفضل المكان حقنا نبى دمج كل هذا اصلا حق ليزر تود ايوه انا اقول قاعدين يفجرون شو اسمه ينفجرون ربع الكلاب حيوانات شيت اذا هذا بيخلصون شو اسمه مالي تعالوا خليتهم يتنكون حقي شوي الله مساكين اوكي فضينا اللي بقى من الاعداء بيتم لنا اعداء هني هذيل ممكن نسيطر عليهم يعني اوكي ممتاز ممتاز هاي الحين بيكون في صراعات خفيفة هنا اروم ابني لي ليزر واحد روحي ابا ليزر في عندي بتري في السيستم خلني اشوف اذا اقدر يجيب بتري ايوه قام يعبي احمر
احمر وين وصل؟ عبس السم ولا بعد احمر؟ وين مطول سيستم يوزع ودنيا ما اظن بيكفي حتى سيستم هذا اللي بيغطي علي اظني اتمنى اسبب الليزر مهم كهرباء وخلاص مع السلامة يعني تعال تعال دام قلنا كهرباء تعال عندي ناس هني فاضية صح واحد هذا اثنين مش بكم عقب في الكهرباء ولا ليش عقب لان هاي اللي يبنون هني خبر خير تعالوا يا اصدقائي تعالوا هني حربة تشتغل الحين انا يحسبني حولهم خليهم داخل المنطقة خلنا نشوف الخربطة اللي بتستوي الحين وياي ابا اجيبهم من هني لي وين لان الدفاع هذا بس وايد بعيد والله ترى هو اللي انا اذكره يبالهم وقت يسوون سبون خرب بيته على طول سووا سبون هذا الموضوع بالطريقة هاي ترى بيطول بس منطقة كبيرة انا ما مش منطقة صغيرة لا ما بيمديني بيمديني ابدا الطريقة هاي ويدقون ترش في النص يختصرون مسافة ما في بيتري عندي في السيستم صح؟ لا ما اظن عندي بيتري في السيستم وين الجماعة اللي تحت وانتو؟ وصلهم هاي لهني ووصلهم وين؟ لازم توصلهم في السيستم اساس يدخل في التشيرت زيادة نحب احط ليزر ترى هاي المطلوب بيكون هني مجرح اقل خلنا نشوف فوق ما بيبنون هني شو بسوي بحط هذا حاليا من يولي مش موجودين في اللوجيستيك سبلاي تشين لحظة الامدادات هاي مصيبة الامدادات هاي مصيبة متخلي ماخذنها وايد عودة يعني مش صغيرة ممكن هذا يدمر اصلا عندي شغالين فوق يهجمون ترى
بس مو مشكلة. اوكي الحين شو ابا؟ ابا كله دخلته في منطقة السبلاي تشين ما دخلته. المفروض يكون دخل. اوكي ما بيكون دخل. ليش ما بيكون دخل؟ لانه تشرج الحين بيدخل في السبلاي تشين هذا. اوكي شوفوا دخل. نسوي الدرب حق السبلاي تشين بالطريقة هاي. ودرب للسبلاي تشين. الحين دخل في منطقة الكونستراكشن. بيترشون في الدرب وهم سايرين. القاعدة بتبهدلني بس. فيبالي اول شي تري هاي مبني. شو يسوون هالاغبياء؟ خلنا نشوف. نمدها من هني شوي. نشيل هاي. شير خلنا نشوف. عندنا هاي شي دافع عن هايل. انا الحين هايل هم اللي بيبنون لي القاعدة. يشرد. وين ادافع عنهم؟ قادر ادافع عن نفسي انا؟ شت بموت لحظة. أيوة ابنوا لي هاي بسرعة 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 بسرعة. شو إذا حد هني رشني الحين مصيبة. لا 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 ودهم تحت حيوان. أيوة اوكي اوكي هاي بيموتون مو مشكلة. بس المشكلة مش هني. المشكلة مش هني. المشكلة وين؟ ايوه نبغى بعد تور الدمج. في بولت دمج غير بولت شو تانك سبيد. روح نبغى اي شي اي شي اي شي يقوي شو اسمه الحين. نبغى اي شيء يقوينا الحين. نبا بس الحين يفرق لان ليش؟ بس عندي نقطة دفاعية قريبة منهم بحاوطهم وتدخلات خارجية بتكون صعبة. اوكي واحد دمر نايس. كوه تعال وين هذا هو؟ انا بعطيك من ولي مو مشكلة. انا بحطيك من ولي بس هذا ركبوا هاي الحين. ايوه بالضبط. ما عندي رصاص. شت زين. ما بغينا نتوسع والله. ما بغينا نتوسع.
بعدنا ما كملنا ترى، بس انه هو المستير هو المست حتى مش دير هو المست تقريبا. شوفوا الهجوم، شوفوا الهجوم الوسخ، شوفوا. بس والله استوى اقوى عندي للحين الرشاشات، استوى اقوى. هاي اسوي تصحيح زين، هذا يوصل هني almost. زين هذا الموضوع صعب، بنحطينا هني بعد ربو بورت اذا ما هدم علينا هني بعد، ان شاء الله ما يهدم علينا، يمديهم ان شاء الله. بس مدوا كهرباء انتو واموركم طيبة. هذه الامر صفينا المنطقة، هذا التوسع خرافي. كل العيون منو؟ مصنع الليزر بس، كل اساس مصنع الليزر، مشكلة حق مصنع الليزر بس. يعني موارد فيه وايد بعد، فيه دنيا بنستعمل هنا، بس مصنع الليزر بنطلع ماي من تحت. والله بري نايس انه كهرباء بعد، ليفل انرجي مالنا زين، ليفل ماله وايد حلو. نكتر ستيفول لا يكفي، يكفي يكفي من خاطر. تعال انت خلي ترج راحته. ايوه مره راح تكسر. حطي واحد وين عقب خلاص بنا هني فوق، ابي سكر هني حرب طاحنة. بس بعد عندي اعداء، وين ما تصير اعداء الخريطة ملغمة، اذا بمتد اي مكان عقب هاي اللي بيبدون يهجمون عليه كامل الحين من فوق مرة ثانية. تلوث هاي اللي يهجمون، هاي اللي مش وايد بس بيهجمون تلوث، هاي اللي بيبدون يهجمون تلوث هنا بيوصل. بس عقب خلاص مدافع ليزر بيكون، فالليزر بتفرق وياي وايد. بس زين ان طورنا الرصاص مرة واحدة، كنا مطورين الرصاص كنا متلعوز شوي. زين خلنا نشوف شو بيبنون. هاي لازم ازيد سرعتهم، انا بس ازيد سرعتهم يبالي البنفسجي ولا ازيد سرعتهم وايد بعد مش شوي. سرعتهم كم يشلون كل شي لازم تزيده، كل شي قد ما اقدر تزيد. احنا معتمدين احنا على روبوتات. شوف شو عندي في هذا بتري، ما عندي مزل، كان 48 روبو بورت عندي ما زاد وايد نقصه. وايد بعد موت روبوتات من الهجوم للأسف. زين وين صديقي؟ تعال انت هني، انت هني، انت هني، انت ملك حبة بس. انت هاي الحوطة، هاي الحوطة، هذا يكملنا المكان مو مشكلة. حلو الحين نبغى نشوف المنطقة، نحن من غير ما نشوف المنطقة ما ينفع. ابغى تست يبغى الادفانس سيركت، ما عندي، ما عندي ادفانس سيركت خير شر، ما عندي شيء يا حبيبي. الحرب اللي استوت هاي مكلفة، اي حرب مكلفة اصلا، موارد اي حرب
تكلف مرة، بس هاي اهم شيء ما يستوي لها مسفون، والله انها توهق استوى لها مسفون، بتوهق وهقه خايسه. زين نبا حيل بالطول زين، بخلي فراغ واحد في شيء، فراغ واحد خلنا نشوف نطور بعد في السلاح. ايش الدمج الحين ابا جرينيد دمج سيبالي لاس كونستركشن بوست ورك فروم يور انفنتوري، والله حلو هذا اذا حطه عندي حق شغل سريع عمل فوري، بس مش الحين، هذا الحين بنتلقاه نحن قريب ليزر تور الدمج ون، على طول بنحط ليزر على طول نبغى يكون في دمج. هذا كلهم غلط حقنهم، كلهم غلط، بس ما برد اسويهم متعايز، خلنا نحطيهم الطريقة هاي. حلو انهم يوصلون مسافة مش نفس اللي قبلهم. هذا مصنع يعني، ونبغى مصنع بعد حق هذا صنع هني، اوكي هذا بيكون في مصنع هني، وهذا بيتوصل هني، هذا بيتوصل وين؟ هذا هنا اوكي، يبالنا الكترونيك سيركت، حار بحار حار بحار الكترونيك سيركت، على طول بحطيه مصنع الكترونيك سيركت. يبالها بليت بليت بليت، اظني يبالها هي يبالها بليت، بنحطي هني خليه يكتمل، هذا بنسوي ما عندي هني، لا هذا حطينا شوي ليتات نشوف شو السالفة على الأقل. زين ليزر تورت وين لوز ليزر 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 سبيد، بس تو والله أقوى المدافع بشكل جميل. الحين بي الليزر بعد بيعدل الأمور وايد، بس لا الليزر خلاص بنتوسع، بنسوي ليزر مصنع، مصنع الليزر يعني بنتوسع توسيع حلو يعني. ماشي هذا شغال عندي، كم عندي في السيستم ما تبغى ليش 10 عندي في السيستم، عندي 6 وياي 16 عندنا. مزين هذا يباله لاين واحد اظني بس يسده، واحد اثنين واحد
مستوي زين ولا تزعل. واحد اثنين واحد اثنين واحد 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 اثنين رقم واحد اثنين رقم اثنين تيب هذا نشل هذا من هني نحط هذا هنا خلنا تكتك المواضيع زين نبى نفس الشيء هنا نبى هذا أربعة هنا تعال انت دايركت مو مشكلة عادي تسوي بطريقة هاي بعدله زين هذا بيدخل على سبريتر لا مش سبريتر لحظة هذا بس بيدخل على سبريتر هذا ولا درابهم ويت خلنا نشيل هذا من هني هذا يحطيه هني يشيل من وين يشيل من هني هاي يشيل من هني ويحطيه هني كلهم بيشيلوا من هذا يعني بليت هني ونشل نحط سبلتر هني شوف اذا حسبتي صح بيكون رقم واحد رقم واحد نبغى الكتريك سيركت عندي نقص الكتريك سيركت تصدقون قاعد ينتج ولا ما ينتج الحين نعم اني انتج فل نبا هاي شو نبا لوجيستكس الحين حاليا نبا لوجيستكس وين اللوجستيك؟ وين صار اللوجستيك؟ وش الليت؟ مجموعنا تحب عظيم اوكي شلو اللوجستيك شكلي بغير هذا كله للوجستيك حاليا مشكلة غيرهم ياخذون شغلات مختلفة عن بعض خلنا نشوف روبورت فاضي تعال كل اللوجستيك هاي اصلا لوجستيك ايش ليتهم اصلا لوجستيك مش كونستراكشن المهم كنسيري بالالكتريك سيركت الالكتريك سيركت صح اعطوني هذا اعطوني 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 اوكي خلنا نرجع دربنا مرة ثانية
كلام كبير، كلام كبير. هلا شوف، انا عندي في السيستم بشوف اي صندوق. لحظة، صعبة صندوق. ايوة عندي الالكترونيك سيركتي موجودة، ابو هاتولي الميتين موجودات. الوضع مكهرب جدا، مكهرب. برايا يشتغل ما يشتغل برايا مو مشكلة. زين، شو ناقصني؟ اني اعدل منو هذا، صح؟ اوكي يب، خلنا نشوف. الحلقة خلصت ترى، نكمل المصنع الحلقة الجاية ان شاء الله، بس خلي انت جاء تشوف كل شيء محطوط صح وامور طيبة. وهاي كانت حلقتنا لليوم. نشوفكم الحلقة الجاية، نكمل المصنع الليزر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.